يا علي. اهلا يا علي. حياك الله حياك الله. الله يسعد لي المساء يا رب. رمضان كريم ان شاء الله، كل عام وانتم بألف خير. لكم سعدت بلقائي في بيتي الثاني، بيت الفن. صبحي توفيق، موهبة كبيرة وعظيمة ونتاج قليل، لماذا؟ الإنتاج. وبتعرف أنت اليوم الإنتاج صار مكلف جدا طبعا وغالي، وإذا ما في شركة إنتاج بدك تتكل على نفسك، بدك يعني تغامر؟ أكيد. دلهج رخصة من الأيام، بتفرق المحبوب وتغير المكتوب، هو القدر. بيت الأمنيات. بيت الأمنيات. خنراوي المشاهدين بعد بيت الأمنيات. شهرة مهمة للفنان طبعا. مرحبا. الله أكبر. أستاذة ومعلمة وملهمة شو بدي أقول لك؟ حلم اسمع شي لولي الصف، خليك تلمس. طيب وحدة بوحدة، تعطيني وحدة بعطيك وحدة، لخمس دقايق خليك تلمس. قالت بتحبني وشهقت بالبيكي، حلو، راس على صدري تكي، بتحبني ست الكل يا غالي عليا، يا أغلى من ضي عينيا، على صورتك فتحت عينيا وفي حضنك دقت الحنية، على صورتك أهلا فيك. تفضل الفنان صبحي توفيق. شكرا شكرا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. صبحي توفيق كيف بينزل ألبوم باللهجة اللبنانية فقط كرمال منتقديك اللي بيقولوا انك متحيز للهجة المصرية؟ تذكر شو اتفقنا اول ما اجتمعنا، شو قالوا عينينا؟ في شي شعر حابب تتعامل معه؟ الاماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسى فيها خيالك، والحنين اللي صار بروحي وجالك، ما هو بس